دافي جي البطل بتاع فيلمنا، والاحداث بتبدا في الجزء الثاني، وبنلاقي شاب اسمه ديفيد بيقابل زعيم عصابه وبيسلمه المخدرات بتاعته وبيقول له انا هبعد عن الخطر ومش هشتغل تاني، لكن توني بيرفض وبيرفع عليه السلاح، وده بيخلي ديفيد يسرق المخدرات وبيطلع يجري بسرعه، وبيحصل بينهم تحدي كبير وكل واحد عاوز يتخلص من التاني، لحد ما ديفيد بيدافع عن نفسه وللاسف بيموت توني، والشرطه بتوصل المكان وعاوز تقبض عليه وهو بيهرب وبيحاول ينقذ حياته، لحد ما بيوصل لقسم الشرطه واللي بيكون تحت الانشاء، وبيشوف واحد بيدفن حاجه في المكان قدام عينيه، ولما بيستخبى بيلاقي في جاي خارج من القسم وماسك الفاس في ايده، وبيمشي بالعربيه الجيب بتاعته، ووقتها ديفيد بيرجع للبيت لمراته وبيقول لها لازم يسيبوا المكان وبيكون خايف، لكن الشرطه بتحاصر المنزل بتاعه وبيقدروا يقبضوا عليه بكل سهوله، وبعد مرور 7 سنوات اسم الشرطه بيكون تم انشاؤه، ووقتها بنلاقي في جاي في سينما وبيتفرج على فيلم كالعاده، وبنكتشف ان المكان بتاعه واشتراه من فتره قريبه، وبعدها بيرجع للبيت وبيتجمع مع اسرته، وبنعرف انه بيكتب قصه فيلم وعاوز كمان ينتجها، وتاني يوم بيصحى من النوم على صوت جيرانهم وهم بيتخانقوا مع بعض، فبيروح لهم بسرعه وبيمنع شيفا من انه يضرب مراته جيني، لكن شيفا بيهينه وبيتهمه انه قتل ابن المفتشه ميرا، ووقتها في جاي بيتضايق وبينصح جيني تعمل له محضر في القسم، وبعدها بيروح لمكتبه وبيتابع العمل، وبيقابل واحد بيصلح كاميرات المراقبه بتاعته، وبالشكل ده هيقدر يشوف كل اللي بيحصل في المكان بسهوله، ومع الوقت بيكون في السينما وبيعرف ان مهيش عاوز يتكلم معاه، وفعلا بيطلع يقابله وبيحاول يعرف مكان جثه ابنه عشان يعملوا له الطقوس الدينيه، لكن في جاي بيرفض يقوله وبيترجاه يبعد عنه، وبعدها بيقابل واحد اسمه مراد وبنكتشف انه مؤلف كبير وهيكتب السيناريو للقصة اللي مؤلفها في جاي، ولما بيرجع البيت مراته بتسأله ليه هتصرف 3 مليون في انتاج فيلم، فبيقول لها انا بعمل كل ده علشانكم، وبيرفض يجاوبها، وبعدها بيسافر مع اسرته وبيخرجوا في كل مكان وحياتهم بتكون سعيدة، وبيحاول يكون جنبهم ويحسسهم بالامان، ومع الايام في جاي بيقابل واحد اسمه سافيو وبنعرف انه حارس المقابر ودايما بيساعده بالفلوس لانه فقير، وفي نفس الوقت ديفيد بيخرج من السجن بعد مرور 7 سنين وبيرجع بيته ومراته بتلومه لانهم محتاجين للفلوس علشان يعلموا ابنهم، فبيقول لها اشتغل وهعوضكم عن اللي فات كله، ومن ناحيه ثانيه ماهيش وميرا بيعملوا الذكرى السنويه لابنهم سام، وبتتعهد قدام الناس انها هترجع حقه وهتنتقم من القاتل، ولما بنروح لفيجي بنلاقيه مع واحد صاحبه اسمه ارجون وبيشربوا خمره وبيوعده بانه هيخليه يمثل في الفيلم اللي هينتجه قريب، وفي الاتجاه الثاني نانديني بتكون موجوده مع جارتها جيني وبتسالها على العريس اللي كان هيتقدم لبنتها انجو، وساعتها جيني بتقول لها ان العريس رفض لانه سمع من الناس ان بنتك كانت على علاقه بسام، ولما جوزك كشف امرهم قتل الشاب ودفنه في مكان محدش يعرفه، ومع الوقت بنلاقي انجو بره البيت وبتشوف الشرطه رايحه للمنزل بتاعها وبتكون خايفه، ولما بيبلغ ابوها هو بيحاول يطمنها علشان محدش يشك في امرهم، وبنكتشف ان جيني قدمت في جوزها محضر علشان ما يضربهاش مره تانية، والموضوع بيعدي بكل سلام، وبعدها بيجي الليل وانجو بتقوم من النوم، ووقتها بتشوف البوليس بيحفر في المكان اللي دفنوا فيه سام وبيطلعوا جثته، وميرا بتبص لها وهي مرعوبه جدا من الموقف، لكن بنتفاجئ انها بتحلم وبيجي لها حاله صرع، وحالتها الصحيه بتكون متدهوره، والدكتوره بتقول لهم يبعدوها عن اي توتر في حياتها، وتاني يوم ديفيد بيكون في الكافيه وبيقابل مارتن وبيبلغه انه بيدور على وظيفه وعاوز يشتغل، فبيعرفه على فيجي وبيقول له ممكن يساعدك، وفعلا بيتكلم معاه وبيوعده بانه هيلاقي الوظيفه، وديفيد بيخرج من المكان وما بيفتكرش ان فيجي اللي دفن الجثه في القسم من 7 سنين، وبعدها فيجي بيقابل ارجون وكالعاده بيشربوا خمره وبيسكروا دايما، وفي نفس اللحظه نانديني بتستريح لجيني وبتعترف لها بالسر اللي مخبيينه عن الناس، وبتقول لها ان فيجي هو الوحيد اللي عارف مكان الجثه، ومن ناحيه ثانيه بنروح للمفتش تارون وبنعرف انه ذكي جدا وبيحل اي جريمه بتقف قدامه، ووقتها بيقابل الضابط غيوندي اللي توقف عن العمل ل7 سنين وعاوز يفتح قضيه قتل سام من تاني، وساعتها بتظهر ميرا وبنكتشف ان هي وتارون اصدقاء من زمان وطلبت مساعدته، وفي نفس اللحظه بيدخل شيفا وجيني جيران فيجي وبنتفاجئ انهم في الاساس ضباط شرطه وجواسيس عليه، ولما فيجي عرض جزء من ارضه للبيع ميرا اشترتها باسمهم ونفذوا الخطه بتاعتهم، وبنعرف انهم بيسجلوا كل الكلام اللي بيحصل ما بينهم، لكن في جاي عمره ما قال على المكان اللي دفن فيه سام، وتارون بيقول لازم نعرف موقع الجثه في اسرع وقت، وبعدها الشرطه بتبدا تحقق مع الناس من تاني وبيفتحوا القضيه وعاوزين يوصلوا لاي نتائج جديده، لحد ما واحد بيقول لهم ان مراته كانت تعبانه يوم الجريمه، ولما جاب لها العلاج شاف في جاي يوم 2 اكتوبر رجع لبيته الساعه 4 الفجر، وساعتها تارون بيعرف المعلومات وبيتوقع ان في جاي دفن الجثه في محيط بيته، واكيد اختار مكان مستحيل حد يتوقعه، وتاني يوم بيروح لمنزل في جاي لكنه ما بيكونش موجود، وبيحقق مع نانديني وبناتها بشكل غير رسمي، وبيحاول يخوفهم وبيلعب على حالتهم النفسيه وهم باين عليهم التوتر والخوف،
وفي النهاية بيسيب البيت من غير أي إجراء قانوني. ووقتها جيني بتروح للانديني وبتقولها لازم تبلغ جوزها بسرعة بكل اللي حصل، وفعلا بتكلم في جي في التليفون وعايزاه يرجع البيت بسرعة، وهو بيسمع كلامها وبيكون قلقان جدا. ووقتها بتعرفه بزيارة الضابط ليهم وبتسأله على المكان اللي مخبي فيه جثة سام. وللأسف في الوقت ده جيني وشيفا بيتصنتوا عليهم من خلال ميكروفونات زرعينها في البيت، لكن فيجاي بيرفض يقول لها اي حاجة ومصمم على قراره. والظباط بيكونوا متضايقين. وتاني يوم ديفيد بنشوفه في الكافيه، وهناك بيقابل فيجاي وبيعرفه انه لقى وظيفة تانية. ووقتها فيجاي بيسيبه علشان يقابل الظابط سوانت، وبيسأله ليه الشرطة بتحقق مع اسرته من تاني. وفي اللحظة دي ديفيد بيسمع الناس وهي بتتكلم عن قضية فيجاي، وبيعرف انه دفن جثة سام يوم 2 اكتوبر في مكان محدش يعرفه. ولما بيقف قدام الكافيه بيشوف فيجاي خارج من الاسم، وبيفتكر ان هو نفس الراجل اللي شافه من 7 سنين لما دفن الجثة في مركز البوليس وكان ماسك في ايده فاس. وبعدها بيجي الليل وبيقابل الضابط مارتن وميرا وبيقول لهم انه عارف مكان الجثة وعاوز 2 مليون علشان يساعدهم يوصلوا لها، وبيبلغهم انه شاف فيجاي الساعة 3:30 بالليل وهو بيدفن سام. وفعلا بيسمعوا كلامه وبيجيبوا له الفلوس وبيتاكد من وجودها. وساعتها بيقول لهم الجثة مدفونة في الغرفة اللي موجودين فيها، وهم بيصدقوا لان الاسم من 7 سنين كان تحت الانشاء. وتاني يوم بيجيبوا التصاريح من وزارة الداخلية وبيحطوا الاسم تحت اعمال الصيانة، وبيبداوا يحفروا وعايزين يوصلوا لمكان الجثة باي طريقة. وقدامهم 24 ساعة بالظبط، والشرطة بتمنع موظف الشاي من دخوله للمكان، وهو بيشوف الرملة بتتحط قدام عينيه. وبيرجع الكافيه وبيحكي اللي حصل، ومن ناحية تانية الناس بتكمل حفر لحد ما البوليس بيوصل لمكان الجثة وبيلاقوها قصادهم بكل وضوح. وفي نفس اللحظة فيجاي بيراجع الكاميرات وبيلاقي حركة غريبة قدام الاسم، وبيتصل بالمساعد بتاعه جوزيه وبيعرفه انهم بيدوروا على حاجة في المكان. وفريق البحث الجنائي بيجمع اجزاء الجثة وبيحطوا العظام في اكياس بلاستيكية. وفيجاي بيرجع مكتبه وبيراقب كل تحركاتهم وبيشوفهم وهم خارجين ومعاهم جثة سام، وبيكون في حالة صدمة وخايف لان سره انكشف. وتاني يوم ميرا بتقابل تاروم في مكتبه وبيسلمها تقرير الطب الشرعي، وبيعرفوا ان سبب الوفاة اصابة في الجمجمة، ومستنيين يجيلهم تقرير الحمض النووي. وتاني يوم المحكمة بتأمر باستجواب فيجاي واسرته، وبيفتحوا القضية وفعلا بيجمعوهم. وكل ما تاروم بيسألهم وعاوز يطلع منهم بمعلومات هم بيرفضوا يجاوبوه وبيصمموا على السكوت، لحد ما بتوصل ميرا للمكان وبتقول لهم الخطة بتاعتكم انكشفت، وبتسمعهم تسجيل نانديني وهي بتحكي لجيني بالحقيقة. وبيكونوا مصدومين جدا لان جيرانهم طلعوا ضباط شرطة. وتاروم بيحقق مع فيجاي لكنه بيرفض يبلغه باللي حصل، فبيشوف اسرته في الغرفة اللي جنبه وغيوندي بيفضل يضرب فيهم وبيستخدم قوته ضدهم وبيستعمل كل الطرق علشان يرهبهم، لحد ما انجو بتجيلها حالة صرع وبتقع على الارض. وفيجاي بيوافق يعترف بالجريمة، ووقتها بيكون قدام الكاميرا وبيعترف انه رجع يوم 2 اكتوبر للبيت وشاف شاب بيحاول يتسلل المكان، فمسك قضيب الحديد وضربه بيه لكنه للأسف مات، ودفنه في حديقة المنزل من غير ما حد يعرف. وتاني يوم اكتشف من المقاول راني ان الاعمال في ارضيات الاسم هتبدأ من يوم الاثنين، فغير مكان الجثة ودفنها في مركز الشرطة، وبيبان انه خايف على بنته وعاوز ينقذهم. ولما بيجي الليل فيجاي بيكون في البيت وبيحاول يطمن اسرته لانهم خايفين جدا، واول ما بيطلع الصبح الشرطة بتاخده بقوة كبيرة عشان يروح المحكمة، واهله بيفضلوا يعيطوا عليه. ومن ناحية تانية الكاتب مراد بيشوف الاخبار في التلفزيون وبيكتشف ان فيجاي متورط في القضية، وساعتها بيروح يقابل المفتش تارون وميرا وبيقول لهم انه يعرف فيجاي من فترة، واول مرة قابله فيها عرض عليه قصة فيلم ودفع له 1,000,000 روبية عشان يكتب السيناريو بشرط محدش يعرف اي حاجة غير لما يحطوا النهاية. وبتبدا قصة فيلم فيجاي بواحد اسمه رام وعنده ابن اسمه ياتين، ولما بيجي الليل وبيكون في الديسكو بيتخانق مع شاب عكس حبيبته وبيقدر يضربه. واول ما بيرجع البيت الشاب بيحاول ينتقم لكن بيوقعه على الارض وبيفقد الحياة. ورام بيوصل للمنزل وبيعرف ان الشاب ابوه رجل اعمال، فخد الجثة ودفنها في مبنى تحت الانشاء لابو الشاب اللي مات. ومراد بيحكي لهم ان فيجاي من سنة نشر القصة في كتاب اسمه دريشيام عشان محدش يسرقها لحد ما تتعمل فيلم، لكن نزل اسمي عليها بداله، وبالشكل ده اللي ألفها يعتبر مراد. وبعدها بنروح لمقر المحكمة والقاضي بيشوف الفيديو اللي فيجاي بيعترف فيه بالجريمة، والمحامية بتقول ان الشرطة عذبته وكل الكلام اللي اعترف بيه على نفسه هو موجود في رواية اسمها دريشيام، والشرطة لفقت التهمة لفيجاي وهم اللي حطوا الجثة تحت الاسم زي الرواية بالظبط. ووقتها القاضي بيجيله معلومات دقيقة وبنعرف ان نتيجة الحمض النووي اثبتت ان الجثة مش بتاعت سام، وكلهم بيكونوا في حالة صدمة وبيكونوا متفاجئين. ومراد بيعرف تارون وميرا ان فيجاي قال له لو الشرطة لقيت الجثة ايه الخطوة الجاية، وده خلى مراد يكلم ضباط اصحابه وعارف الاجراءات اللي هتتم بعد ما الشرطة تلاقي الجثة. وبنكتشف ان فيجاي دور في الجرايد عن شاب مات نتيجة اصابة في الرأس، وبيوصل لواحد بنفس الطول والعمر المطابق لسام، لحد ما بيروح منطقة المقابر وبيشوف جنازته وبيتعرف على سافيو اللي بيدفن الجثث، وبيقرر يصاحبه وبيساعده بالفلوس دايما، وفي يوم بيقنعه وبيخليه يديله الهيكل العظمي للشاب المتوفي.
وبيعرف من مراد ان الشرطة لو لقيت الجثة هتاخدها للمشرحة وهتعرف سبب الوفاة، وتاني يوم هيودوه المكان تاني علشان الحمض النووي. وده خلى فيجي يتصاحب على ارجون اللي بيذكر معاه دايما، وبنعرف انه شغال حارس امن في مشرحة الطب الشرعي، وكذا مرة بيروح له المكان العمل علشان يشربوا مع بعض. وفي اليوم اللي شاف الشرطة لقيت الجثة فيه حرك المكتب بتاعه بسرعة وطلع الشنطة اللي فيها العظام اللي خدها من المقابر وركب العربية وكلم صاحبه وقال له انا جاي لك. وفريق البحث الجنائي بيروح المشرحة وبيحط عظام سام، وبالليل فيجي بيخلي صاحبه يسكر وبياخد المفاتيح بسرعة وبيدخل الغرفة اللي فيها عظام سام وبيبدلها بعظام الشاب بتاع المقابر، وبعدها بيروح يحط عظام سام في حفرة وبيولع فيها بشكل نهائي، وبياخد الرماد بتاعه وبيحتفظ بيه. وبعدها القاضي بيحكم ببراءة فيجي، والمحامية بتطلب بقفل القضية مدى الحياة. وفيجي بيخرج من المحكمة بعد ما خطته نجحت وبيكون واثق في نفسه، وفي اللحظة دي بيشوف ميرا ومهيش وبيكونوا متضايقين لأنهم كالعادة ضحك عليهم. وتاني يوم مهيش وهو نازل من البيت بيلاقي رماد على الأرض وبيعرف إنه بتاع ابنه سام، وبيروح يرميه في النهر وبيعمله الطقوس. وميرا بتفضل تعيط وبتحضن جوزها، وفيجي بيشوفهم من بعيد وبيكون زعلان من الموقف، وبيرجع لأسرته وبيكمل حياته معاهم من أول وجديد. والحد هنا بيخلص فيلم النهاردة. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة، واستنانا في حدوتة جديدة. سلام.